هل يوجد منك نسخ متكررة في العالم الموازي؟ في هذا الوقت الذي تسمع فيه هذه الكلمات، ربما يوجد شخص آخر، نسخة طبق الأصل منك، يقوم بشيء مختلف تماماً في عالم آخر موازي. ربما تعتقد أن هذه الفكرة مجرد خيال محض أو مجرد أسئلة تأتي في لحظة تأمل، ولكن لهذه الأسئلة نظريات كثيرة تدعم وجودها. فتعالوا معنا لنعرف كل شيء. تقول نظرية العالم الموازي إن هذا العالم مؤلف من نسخ منك بشكل متكرر ولكن بظروف مختلفة، أو دعونا نقول مرآة لانعكاس واقعك بشكل مختلف تماماً عما تعيشه اليوم. فعلى سبيل المثال، قد تكون الآن تعيش حياة ليست على ما يرام، في حين ربما يكون نسختك الثانية في العالم الموازي يعيش الحياة التي تتمناها، أو ربما يوجد نسخة ثالثة يعيش حياة لا مبالية ويختلف عنهما تماماً حول كيفية اتخاذه للقرارات التي تغير مجرى حياته أو الجوانب النفسية لديه ومواطن الخير والشر عنده. يقول أينشتاين إن العالم عبارة عن كتاب مكون من عدة صفحات، كل صفحة عبارة عن كون مستقل بذاته. وقال العالم والباحث روبرت لانزا إن كل الأكوان الممكنة موجودة معاً بصرف النظر عما يحدث في أي منها. إحدى بديهيات العلم التي لا شك فيها هو أن الطاقة لا تنعدم إطلاقاً حتى بعد الموت، كما لا يمكن لها أن تنشأ من العدم. ولكن هل انتقلت هذه الطاقة من عالم إلى عالم؟ هذا هو السؤال. ظواهر عقلية غريبة، أو ما يعرف اصطلاحاً بديجافو، هو إحساس غريب ينتاب الفرد فجأة ويشعر أنه شهد حدثاً من قبل، وفي بعض الأحيان يتنبأ بما سيحدث بعد ذلك، أو يواجه أحداثاً وكأنها ذكريات ماضية من حياته. فسر العلماء هذه الظواهر على أنها مرتبطة بالجانب العصبي للفرد، ولكن من الممكن أن تكون ذكريات من العالم الآخر. فهل أحسستم بهذا الشعور من قبل؟ هناك دراسات كثيرة لأشخاص يدعون أنهم ينتمون إلى عالم يختلف عن عالمنا ولا يعرفون كيف قفزوا إلى هذا العالم الموازي، كما أن هناك دراسات كثيرة لأشخاص يدعون أنهم انزلقوا إلى عالم موازي يختلف عن عالمنا. والقصص التي حدثت كثيرة، منها هذه القصة التي سأرويها لكم. يقول صاحب القصة الذي يروي ما حدث له وهو في زيارته لجامعة بورتلاند في الولايات المتحدة ليحضر فيها مؤتمراً طبياً يخص مجاله في الطب. كان المبنى تحت الصيانة وفيه عدة طوابق، وكانت الجامعة قد عينت كل شخصين معاً. كنا في الطابق الثاني وكان لدينا اجتماع بالطابق الثالث، فقررنا أن نأخذ المصعد أنا وزميلي بنفس القسم. كنا وحدنا فيه، ولما وصلنا إلى الطابق الثالث كان المكان مظلماً جداً، ليس فيه أي إضاءة حتى ولو خافتة. كان الطابق صامتاً ومخيفاً وخالياً تماماً، ولم يكن فيه أي شخص. ذهبنا إلى الغرفة التي كان من المفترض أن يكون فيها الاجتماع، لكنها كانت مغلقة بقفل ومظلمة تماماً من الداخل مثل باقي الطابق. كان المبنى كله في ظلام دامس، والأبواب كانت مغلقة بالكامل، والمفارج القديمة والجدران كانت تبدو وكأنها في السبعينات من القرن الماضي. والشيء الأغرب من هذا أننا لما نظرنا من النوافذ اكتشفنا أننا كنا الوحيدين في المبنى. اكتشفنا أن الشارع الذي يقع فيه المبنى غريب جدا وخال تماما، ولا يوجد به أي سيارات، والتي كانت تملأ الشارع حين وصلنا إلى المبنى في البداية. وقفنا نحدق في ذهول غير مستوعبين لما يحدث، وكأننا في حلم عجيب، حيث لم يكن هناك أي إنسان في الشارع، وكأن الشارع ينتمي لعالم آخر غير عالمنا. قررنا بعدها أن نرجع إلى المصعد الذي نقلنا من الدور الثاني، والذي كان يعمل بشكل طبيعي. ولما عدنا للطابق الثاني، وجدنا الناس طبيعيين ولا يوجد أي شيء غريب بالمبنى.
الأبواب مفتوحة والمبنى مضاء بالكامل، وكانت كامل مرافق المبنى تعمل بشكل طبيعي. بعدها قابلنا بعض معلمينا وأخبرناهم بذلك الحدث الغريب ومحاولتنا للوصول للطابق الثالث والالتحاق بالاجتماع، ولكننا لم نجد أي حياة تدب في ذلك الطابق حيث الظلام الدامس والتراب. فرد علينا معلمونا مستنكرين ما حدث، وقالوا إنهم منذ فترة قصيرة كانوا بالطابق الثالث ولم يشاهدوا ما قلنا، وأكدوا أن كل شيء فيه كان طبيعياً وليس كما وصفنا. وفعلاً بدأنا نلاحظ صعود ونزول الناس على السلم بطريقة عادية تخلو من أي عجب أو استغراب، فقط يمارسون يومهم بشكل طبيعي. ولما صعدنا مرة أخرى للطابق الثالث وجدنا هذه المرة الطابق مضاء وليس مظلما، والأغرب من هذا أنه كان مجددا بشكل كامل ولم يكن فيه أي شيء مما قد شاهدناه من قبل. الأنوار كانت مضاءة والناس يمارسون يومهم بشكل عادي، وكانوا يتنقلون من غرفة إلى غرفة ومن مكان إلى مكان بشكل طبيعي. ذهبنا لغرفة الاجتماع ووجدنا نفس الغرفة التي صعدنا إليها من قبل، ولكن بدأ الاختلاف شديدا، فبدلا من أن كانت مغلقة ومظلمة الآن أصبحت مضيئة بالكامل، وبها أشخاص يستعدون للاجتماع ومفروشة بفرش جديد وحوائطها بحالة ممتازة، والناس يجلسون على طاولتها بشكل عادي. نزلنا للطابق الثاني من جديد ثم صعدنا من خلاله مرة أخرى، ولكن لم تتكرر تلك الحالة الغريبة معنا أبدا. يقول صاحب القصة: إنني منذ تلك الفترة لم يتكرر هذا الحدث معي مرة أخرى أبدا، ولا أعلم أي تفسير له، ولم أتوصل لأي شيء، ولا يوجد أي شك فيما رأيته وشاهدته أنا وزميلي بنفس القسم، ولا ندري أكنا في المرة الأولى بنفس المبنى أم أن المصعد أخذنا في نفس تلك الفترة الزمنية لعالم آخر. هل تعلم أن هناك أكوانا متعددة؟ هل تعلم أن الكون يتمدد بمعدل 67 كيلومترا في الثانية؟ هل تعلم شيئا عن ارتطام عالمنا في مرحلة تكوينه بعالم مجاور مخلفا ذلك وجود منطقة فارغة في الكون تضغط على عالمنا؟ هل سمعت قبل ذلك عن أشخاص قفزوا من تلك الأكوان إلى كوننا؟ إن هناك ظواهر وألغازا كثيرة في الكون لم نتوصل حتى الآن لفهمها، فنحن لا نزال لا نعرف ما هي المادة المظلمة، ولا نعرف ما هي الطاقة المظلمة، ولا نعرف كيف حدث الانفجار العظيم من لا شيء. إن نظرية تعدد الأكوان هي فرضية في الأديان، في علم الكونيات والفيزياء والفلك والفلسفة والمسائل الرياضية والخيال العلمي، وقد تأخذ الأكوان المتوازية في هذا السياق أسماء أخرى كالأكوان البديلة أو الأكوان الكمية أو العوالم المتوازية. إحدى الملاحظات المهمة التي لاحظها العلماء أنه لا يوجد مكان محدد للإلكترون عند دراسة الذرة. هناك شواهد على وجود الأجسام الذرية في أكثر من مكان واحد في نفس الوقت، وفسر ذلك بوجود عوالم متوازية بالبلايين، بحيث يظهر الجزيء الذري في مكان آخر، وتظهر جزيئات ذرية من عوالم أخرى في كوننا بعلاقات غير مفهومة. لقد تمكن علماء موجات الراديو الفلكي من العثور على منطقة فارغة مساحتها تتجاوز كل المناطق الفارغة التي عثرنا عليها في السابق. هذه المنطقة الفارغة تقع على بعد حوالي 8 مليارات سنة ضوئية، وصل قطرها إلى ما لا يقل عن مليار سنة ضوئية. وتعتقد مجموعة من علماء الفيزياء الأمريكيين أنهم عثروا على تفسير مناسب. حسب قول هؤلاء العلماء، فإن هذه البقعة عبارة عن بصمة كون آخر تضغط على جدار عالمنا، وأنها نشأت بتأثير ارتطام عالمنا بالعالم المجاور في لحظة مبكرة من نشوئه. قام الباحث الأمريكي ديفيد روب بإجراء اقتراح بين 78 من الفيزيائيين البارزين في عام 1995، ونشر في الدورية الفرنسية في يناير عام 1998،
أشار إلى أن 60% تقريباً يعتقدون أن نظرية العوالم المتوازية حقيقية. وفي الثمانينات من القرن الماضي وضع عالم الفيزياء ستيفن هوكينج مع فيزيائي يدعى جيمس هارتل الفرضية مفادها أن الانفجار العظيم خلف أكوان متوازية كفقاعات بجوار بعض. هذه الأكوان تشبه كوننا من حيث القوانين والمكونات، وأخرى تختلف عنه في كل شيء. فلعلك الآن ترغب في معرفة ثاني قصة من نماذج كثيرة الأشخاص من تلك الأكوان الذين انطلقوا إلى عالمنا ولا يعرفون كيف حدث لهم ذلك. إذن فابق معي للنهاية. قصة من أكثر الأحداث المحيرة في القرن العشرين لم تتضمن صحونا طائرة أو نظريات مؤامرة أو فعلا إجراميا أو حتى مشاهد لمخلوقات غريبة. لقد حدث ذلك في يوم يبدو عاديا في أحد أكثر الأماكن المملة والدنيوية التي يمكن للمرء أن يتخيلها. كان ذلك في عام 1954 في مطار هانيدا بمدينة طوكيو باليابان. كان العمل يبدو كالمعتاد حتى هبطت الطائرة قادمة من أوروبا وبدأ الركاب بالنزول إلى أرض المطار. بينما كان الحشد يشق طريقه عبر الجمارك، صعد رجل ذو ملامح قوقازية في منتصف العمر يرتدي ملابس أنيقة، وكان يتحدث اللغة الفرنسية واليابانية والعديد من اللغات الأخرى، وكان في محفظته مجموعة متنوعة من العملات من مختلف البلدان الأوروبية. عندما سألوه عن موطنه الأصلي أصبحت الأمور غريبة جدا. قال إنه من بلد تدعى تاوريد على الحدود بين فرنسا وإسبانيا. أخبره المسؤولون أن تاوريد هذه غير موجودة، ولكن الغريب أنه قدم لهم جواز سفر صادر عن بلده هذه تاوريد، وأظهر لهم تأشيرة سفره التي تؤكد رحلاته التجارية السابقة إلى اليابان ودول أخرى. وعندما سألوه عن سبب زيارته قال إنه كان ينوي عقد اجتماع مع شركة تجارية يتعامل معها. قام المسؤولون بالاتصال بالشركة التي يتعامل معها، وكانت المفاجأة إذ أخبرهم المسؤولون بالشركة أنهم لم يسمعوا عن هذا الشخص من قبل، ثم وجدوا معه أوراق حجز في فندق بالمدينة. قاموا بالاتصال بالفندق وأخبرهم المسؤولون هناك أنه ليس هناك حجز بهذا الاسم في الفندق. ثم اطلعوا على دفتر الشيكات الخاص به فوجدوا أن البنك المذكور في دفتر الشيكات الخاص به غير موجود. سخر الرجل منهم وقال لهم هذه نكتة سخيفة. أطلعهم المسؤولون في المطار على خريطة العالم لكي يؤكدوا له أن دولة تاوريد هذه ليست موجودة على الخريطة، ثم أشاروا إلى دولة أندورا التي في نفس موقع الدولة التي يدعي أنه منها. ولكن الرجل غضب بشدة، ما قادهم إلى إيقافه. أخبرهم أن تاوريد هذه موجودة منذ آلاف السنين، وأكد لهم ثانية أن هذا هو موقعها على الخريطة. وبدت الدهشة على ملامح الرجل الذي أصبح في صدمة شديدة. تم اعتقال الرجل الغامض ووضعوه في غرفة بفندق قريب، بينما كان المسؤولون يحاولون معرفة ما يجري. وفي صباح اليوم التالي أصبح اللغز أكثر غموضاً، إذ أن الرجل اختفى تماماً من غرفته بالفندق والتي كانت تحت حراسة مشددة. ومما زاد الأمور تعقيداً اختفت جميع وثائقه الشخصية، بما في ذلك جواز سفره ورخصة القيادة الصادرة عن الدولة الغامضة. كل هذه الأوراق اختفت من غرفة الأمن بالمطار. بحثت الشرطة ومسؤولو المطار عن الرجل الغامض، ولكن كما لو أن اللقاء برمته لم يحدث أبداً. والأمر المثير للدهشة أن هذه الحالة تكررت في بعض الدول، حيث تم العثور على رجل قبل ذلك يتجول في فرانكفورت في عام 1851 في شمال شرق ألمانيا. ادعى الرجل أنه من بلد تدعى لكساريا، ثم سألوه عن اسم قارة فقال اسم القارة سيكيريا، حيث أن الدولة والقارة ليس لهما وجود. حالة أخرى مشابهة مع شاب كان يسرق رغيف خبز في باريس في عام 1905، وكان يتحدث بلغة لا يمكن التعرف عليها على الإطلاق. ادعى أنه من دولة تسمى ليزيبيا،
والتي كانت موضعها مشابها لموضع دولة البرتغال، ومع ذلك لم تكن لغته برتغالية، ولم يعترف بخريطة البرتغال كبلد له. والسؤال الآن، هل توجد هذه الدول في مكان ما؟ وماذا عن سيكيريا أو ليزيبيا؟ هل سقط هؤلاء الرجال إلى الوراء عبر الزمن؟ أم انزلقوا من كون آخر غير معروف؟ أم أن هناك تفسيراً لم يتضح لنا بعد؟ هناك العديد من الحالات لأشخاص انتقلوا فجأة إلى عالم لا ينتمي إلى عالمنا، ولا يعرفون كيف حدث هذا، ولا يجدون تفسيراً واحداً له. وفي المقابل أيضاً هناك حالات لأشخاص جاءوا إلى عالمنا من عوالم أخرى، ولا يعرفون كيف قفزوا إلى عالمنا. ومنهم من كان يحمل أوراقاً تثبت هويته تدل على أنه من عالم آخر موازي لعالمنا. والقصص التي حدثت في كلتا الحالتين كثيرة، حتى عكف الفيزيائيون على دراسة هذه الحالات الغريبة والمثيرة للاهتمام، والتي تشير إلى وجود الأكوان الموازية التي تشبه عالمنا إلى حد كبير. فهل هناك دليل علمي أو أبحاث قام بها العلماء أو الكتاب في هذا الموضوع المثير للجدل؟ وما هي تلك الحالات أو النماذج التي تدل على وجود تلك الأبعاد أو الأكوان الموازية؟ هذا ما سأخبركم به، فابقوا معي للنهاية. أكوان موازية هي أبعاد تشبهنا إلى حد ما، فكر فيها أفلاطون من قبل من خلال ترحيل عالم غير ملموس تدركه عقولنا وروحنا. كتب عنها الكاتب إدوين أبت في عام 1884 من خلال روايته الأرض المسطحة، واقترحها الفيزيائي هيو الثالث، وهو أول من اقترح تفسير العوالم المتعددة في فيزياء الكم في عام 1957، وتناولها الكاتب فيليب في روايته الكراك في الفضاء في عام 1967. ربما تظن أن كل هذا مجرد آراء محضة، أو مجرد أفكار تأتي في لحظة تأمل. إذن لعلك تراها بنفسك كما حدث مع كارول تشيس. في عام 2006 كانت تقود سيارتها في سان برناردينو باتجاه بيرس، كاليفورنيا، عندما صعدت تلة جنوب المدينة قريبة من حيث جذور عائلتها هناك، وأرادت زيارة أماكن مألوفة مثل منزلها القديم والمقبرة حيث دفن إجدادها. تقول: كنت أذهب إلى ريفرسايد منذ أن كنت طفلة صغيرة، أنا على دراية حقيقية بالمدينة، كنت أعرف أين تعيش جدتي، لقد زرت المقبرة، كنت أعرف إلى أين أذهب. عندما فكرت في زيارة قبور أجدادي ودخلت رائحة السيجار سيارتي، كان المطر يتساقط وفتحت نافذتي. كان جدي يدخن السيجار ومات عندما كنت في الخامسة من عمري، وهذا كل ما أتذكره عنه. قادت سيارتها إلى حيث سجلت دخولها إلى أحد الفنادق، وفي اليوم التالي توجهت إلى ريفرسايد. لم أجد أي شيء مألوفاً، كنت أعيش هناك حتى بعد تخرجي من الكلية. لم يكن الشارع كما كان، كانت هناك أكواخ ذات مساحات صغيرة في نفس عمر منزلنا القديم، وكانت الأرقام صحيحة، لكن منزلنا لم يكن موجوداً. اعتقدت أنهم قرروا هدم المنازل وبناء منازل أخرى على طراز عشرينات القرن الماضي. لم يبدو أي منزل منهم مألوفاً، كلهم كانوا مختلفين. ثم قادت سيارتها إلى الشارع حيث كانت جدتها تعيش هناك، وأوقفت السيارة. نظرت حولي بدهشة، كان كل شيء مختلفا تماما، لم يكن أي من المنازل التي أتذكرها، ولا توجد الأشجار الطويلة التي اعتدت رؤيتها، لم يكن منزل جدتي هناك. كانت الأرقام في نفس النطاق، لكن المنازل كانت كلها جديدة. ذهب منزل جدتي ومنزل عمتي المجاور. كانت جميع المنازل عبارة عن منازل حديثة، وليست كالسابق على طراز المزرعة، تصطف على جانبيها الأدغال، ولا يوجد منزل مثل منزل جدتها الكبير
مع الأشجار الشاهقة في الفناء. لقد ذهب المنزل. ثم ذهبت إلى المقبرة فاكتشفت أن المقبرة التي دفن فيها أجدادي لم تكن موجودة. قادت السيارة حول المقبرة حيث كان من المفترض أن تكون هناك، لكن لم يكن هناك سوى أرض فارغة ليس بها سوى حشائش، ولا يوجد بوابة أو ممر أو أي شيء. كنت في حيرة من أمري. ابتعدت عن قطعة الأرض الفارغة لأرى إن كان بإمكاني العثور على أي شيء مألوف، ولكن لم أجد. قررت الذهاب إلى كلية فيرسايد سيتي التي تخرجت منها ومدرستي الثانوية. بعض الأشياء كانت كما هي في السابق، مثل مبنى الكلية والمدرسة الثانوية، ولكن عندما اتجهت إلى شارع الجامعة كانت الأمور مختلفة بشكل ملحوظ. كان شارع الجامعة غريبا جدا، وكان هناك أشخاص ذو مظهر مخيف، لذلك خرجت من هناك سريعا وبحثت عن الحانة التي كنت اعتاد الذهاب إليها وأنا في الجامعة، ولكنها لم تكن موجودة. كان شارع الجامعة الذي كان في يوم من الأيام موطنا للمطاعم وشركات التأمين والبنوك والفنادق، أصبح الآن منطقة مخيفة. كان كل شيء مهجورا ومرسوما عليه بالرسم، لدرجة أنني كنت أخشى التوقف وأسأل عن الاتجاهات. لقد أدركت أن شيئا ما يحدث هنا من عالم آخر. شعرت أنني إذا نزلت من سيارتي فإن شيئا غريبا قد يحدث لي. اعتقدت أنه إذا نزلت وتحدثت إلى شخص ما فسأظل عالقة إلى الأبد في هذه المنطقة الغريبة والمخيفة، وكنت أشك أن الناس هناك لم يكونوا بشرا. كلما حاولت التعرف على المزيد من الأماكن اكتشفت أنها لا تبدو مألوفة أبدا. بعد بضع ساعات من الإحباط المؤلم أدرت السيارة وعدت إلى بيرس. كنت أخشى أن أعود ولا أجد الفندق، أو أن أدخل في متاهة ولا أستطيع العودة، ولكنني وجدت كل شيء كما يفترض أن يكون. بعد سنوات قليلة توفى أبي، وكان من المقرر أن يدفن في نفس المقبرة مع أجدادي، المقبرة التي رأيت أنها مساحة فارغة ومليئة بالحشائش. ذهبت إلى بقية المدينة ووجدتها كما كانت عندما عشت هناك بعد الكلية. قابلت ابنة عمي هناك وقالت أن منزلها ومنزل جدتي لا يزالان هناك. كان شارع الجامعة طبيعي جدا، وذهبنا إلى الحانة نفسها التي بدت طبيعية تماما، وتناولنا الغداء هناك، ثم شعرت بالراحة. لم أعد إلى المناطق الأخرى للتحقق منهم، لأنني كنت أعرف أنهم سيكونون على ما يرام. تقول: كنت مقتنعة تماما بأنني انزلقت إلى عالم آخر غير مألوف، فقد شعرت وقتها بأنني إذا نزلت من السيارة وتحدثت إلى شخص ما فسوف أسقط في عالم غريب عن عالمنا، وكنت سأكون في نهاية المطاف في عداد المفقودين. لقد كان بعدا موازيا بنسخة مشؤومة من ريفرسايد، شيء ذي أبعاد مختلفة ومختلفا تماما عن عالمنا. سنتحدث عن كيف ننتقل إلى العالم الموازي، حيث سنتعرف على أماكن خطيرة جدا قد تكون بوابات وممرات إلى عوالم موازية. هناك أماكن عديدة يمكنها أن تقلنا إلى العالم الموازي، منها ما هو موجود في الفضاء، ومنها ما هو موجود في البحار، ومنها ما هو موجود على أرضنا التي نعيش عليها. والسؤال الآن: ما هي تلك الأماكن؟ وأين تقع؟ وكيف يتم الانتقال إلى العالم الموازي عن طريق تلك الأماكن؟ ولكن احترس، فإن أغلب تلك الأماكن أماكن مرعبة محفوفة بالمخاطر، وقد تقودنا إلى الجحيم. فهل ما زلت تريد الانتقال إلى تلك العوالم الموازية؟ إذن فاستعد وحافظ على رباطة جأشك، فإننا سنقوم برحلة محفوفة بالمخاطر الشديدة. ابقى معي للنهاية، فإن الرحلة طويلة. الثقب الأسود. يملك الثقب الأسود قوة جاذبية تفوق قوة الجاذبية الموجودة على الأرض بملايين المرات. عند اقتراب أي جسم من الثقب الأسود
فإنه يقوم بسحبه وتفتيته إلى أشلاء، ثم تتحول تلك الأجسام إلى جزيئات دون ذرية تدور في محيط الثقب. يحدث هذا عندما يقترب الجسم من منطقة في الثقب تقع في مركزه تسمى نقطة الانسحاق. ولكن إذا اتجه الجسم عند أطراف الثقب بعيداً عن نقطة الانسحاق، فإنه بذلك يعبر الثقب، ولكن إلى أين؟ في عام 1963 نشر روي كير حلولاً لمعادلات أينشتاين المتعلقة بالثقوب السوداء الدوارة، وقال إنه من الممكن من حيث المبدأ الدخول إلى ثقب أسود دوار من خلال ممر يتجنب نقطة الانسحاق، ليعبر ذلك الجسم بذلك إلى كون آخر. وبهذا يكون الثقب وسيلة للعبور إلى الأكوان الموازية. ولكن عنصر المجازفة هنا كبير جدا، فإما أن يسحبك الثقب ويحولك إلى أشلاء دون ذرية تدور في مجرى الثقب، وإما أن تنجو إذا وقعت عند حافة الثقب. فإنك بذلك لن تنجو فقط، بل ستعبر إلى كون آخر موازٍ. مثلث ميشيغان. يقع مثلث ميشيغان في بحيرة ميشيغان في الولايات المتحدة الأمريكية. تبلغ مساحة البحيرة 58,000 كيلومتر مربع. ظهرت الظاهرة الغامضة لأول مرة في عام 1891 عندما انطلق بحار لمركب شراعي يدعى توماس هيوم عبر البحيرة لالتقاط الخشب، واختفى بين عشية وضحاها في سيل من الرياح مع طاقمه المكون من 7 بحارة. تم إجراء بحث مكثف لاستعادة القارب الخشبي، ولكن لم يتم العثور على القارب ولا على أي أثر له. وفي عام 1950 اختفت طائرة تخص رحلة الخطوط الجوية الشمالية الغربية، وكان على متنها 104 من الركاب. اختفت تماماً في المثلث ولم يتم العثور عليها مرة أخرى. تم تصنيف المأساة كأكثر حوادث الطائرات التجارية دموية في التاريخ الأمريكي في ذلك الوقت. وقبل وقت قصير من تحطم الطائرة اختفت الطائرة عن الرادار وفقدت الاتصال بالأرض. حتى يومنا هذا لم يتم العثور على حطام الطائرة، ولا يزال سبب اختفائها مجهولاً. شهد مثلث بحيرة العديد من الظواهر الغريبة، ويوجد الكثير من التقارير حتى وقتنا الحالي حول أنشطة وظواهر خارقة في مثلث البحيرة. أفادت تلك التقارير بأن هذا المثلث هو بوابة للوقت، وهو مدخل في الزمن يتم تمثيله كدوامة من الطاقة التي تسمح للمادة بالانتقال من نقطة في الوقت إلى أخرى عن طريق المرور عبر البوابة. على مر السنين كان لغز مثلث ميشيغان يحير الناس، وقد اكتسب اسم مثلث الشيطان لتحذير الجميع من جوانبه المظلمة. مثلث برمودا هو منطقة على شكل مثلث متساوي الأضلاع، تصل مساحته إلى حوالي 1,000,000 كيلومتر مربع، ويقع في المحيط الأطلسي بين برمودا وبورتوريكو. يعرف أيضاً باسم مثلث الشيطان. شهدت منطقة مثلث برمودا حالات كثيرة من الاختفاء، حيث اختفى هناك ما يصل إلى 50 سفينة و20 طائرة، ولم يتم العثور على أي أثر لهم. هناك تشابه كبير بين الثقب الأسود وبين مثلث برمودا، حيث أنهما يبتلعان أي جسم يمر بجوارهما. اقترح بعض العلماء أن مثلث برمودا قد يكون بوابة إلى أكوان أخرى موازية، واستدلوا بأن تلك السفن والطائرات التي ابتلعها مثلث برمودا لم يجدوا أي حطام أو آثار لها بعد فقدها. رجحوا أنها قد انزلقت إلى أكوان أخرى مجهولة. يقول كثير من العلماء إن فخاً زمكانياً يفتح من حين لآخر في تلك المنطقة، بحيث ينحني نسيج الزمان والمكان، فتكون فخاً للسفن والطائرات عاثرة الحظ التي تكون مسافرة في نفس التوقيت فتضيع فيه. هذا يفسر عدم العثور على أي حطام أو آثار للسفن. ولكن إلى أين يختفون؟ ربما إلى زمان ومكان آخرين وفي بعد آخر.
مثلث التنين يعرف بمثلث التنين أو مثلث برمودا الهادي، يعرف أيضا ببحر الشيطان. هو امتداد مائي كبير في اليابان، يقع في المحيط الهادي حول جزيرة مياكي اليابانية وعلى بعد 100 كيلومتر جنوبها. هي منطقة تقع بين هونغ كونغ والفلبين وتايوان واليابان. لعل أول وأبشع الحوادث التي حدثت في مثلث التنين هي حادثة الاختفاء المفاجئ لحاملتي الطائرات اليابانيتين تايهو وشوكاكو، واللتين كانتا تحملان على متنهما عدد كبير من الطائرات الحربية لقتال الحرب مع الفلبين. كان الاختفاء مريبا بالفعل، حيث لم يتم العثور على أي أثر لهما، كما اختفت 4 سفن حربية خلال الحرب العالمية الثانية في نفس المنطقة دون أدنى أثر، وذلك رغم عمليات البحث الواسعة التي جرت للبحث عنها. حوادث الاختفاء هناك كثيرة جدا، مما أثار حفيظة الحكومة اليابانية التي قامت بتمويل مشروع ضخم لدراسة بحر الشيطان أو مثلث التنين. جهزت اليابان 100 سفينة مجهزة بأحدث تكنولوجيا الاتصالات وعلى متنها 100 عالم ياباني لدراسة هذه الظاهرة الغريبة في تلك المنطقة. ولكن المفاجأة، اختفت تلك السفينة أيضا، فتوقفت الأبحاث عن تلك المنطقة واعتبرتها الحكومة اليابانية منطقة خطيرة جدا، وذكرت ذلك في قراراتها الرسمية للبلاد، كما اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بالخطر المحيط بتلك المنطقة، وأصبح الاعتراف بمثلث التنين أو بحر الشيطان أمراً رسمياً في كافة دول العالم لتبتعد عنه خطوط الملاحة. وليظل الموضوع لغزاً محيراً لم يكشف سره حتى الآن. مثلث بينينغتون. لا يقع هذا المثلث الخطير في المحيطات كالمثلثات السابقة، بل يقع على الأرض اليابسة التي نعيش عليها، وبالتحديد في قرية في الولايات المتحدة الأمريكية. وقعت أول حادثة اختفاء في تلك المنطقة في عام 1947، وكانت ضحيتها الطالبة بولا. كانت بولا طالبة ثانوية تعيش بالقرية، وفي ذلك اليوم سلكت كالمعتاد الطريق المؤدي إلى البيت المجاور للسكة الحديدية. لم تكن بولا وحدها أثناء سيرها، بل كان هناك زوجان يسيران خلفها ويلاحظانها. في منعرج ما، مرت بولا بصخرة كبيرة الحجم حجبت رؤيتها عن الزوجين، ومع الوقت الذي كان يجب أن تنتهي فيه الصخرة، لم تخرج بولا كما هو المتوقع، ولم يعثر الزوجان على أي أثر لها، رغم أن المكان كان فسيحاً ومكشوفاً، وكان من المستحيل أن تخرج منه بولا دون أن ترى. فما هو ذلك الشيء الغامض الذي كان عند تلك الصخرة؟ حادثة الاختفاء الثانية وقعت في عام 1949، وكان ضحيتها نيتفورد، الجندي السابق بالجيش الأمريكي. كان كل شيء بخير حتى دخلت السيارة التي كان يستقلها نيتفورد في محيط المثلث، وعلى الرغم من أن السيارة كانت كبيرة وبها 14 شخصاً آخرين، إلا أنه عند وقوع الحادثة لم يصب أحد بأذى بخلاف نيتفورد. والحقيقة أنه لم يكن مجرد أذى، وإنما كان اختفاءً كاملاً غامضاً وغريباً ومحيراً، حيث فجأة لاحظ الركاب أن الرجل الذي كان يجلس بجوارهم لم يعد في مكانه، وإنما حل بدلاً منه الأغراض التي كانت معه. هذا على الرغم من أن السيارة لم تتوقف أبداً أثناء الرحلة. فما الذي حدث؟ وأين اختفى ذلك الرجل الذي لم يتم العثور على أي أثر له؟ الحادثة الثالثة التي وقعت في مثلث بينينغتون كانت باختفاء الطفل جيسون، وذلك في شهر أكتوبر من عام 1950. كان جيسون لا يزال في 9 من عمره، وكانت معه أمه. تركت الأم طفلها وذهبت لقضاء بعض الأشغال كالعادة، وعادت لتأخذ الطفل، ولكن حدثت المفاجأة أنها لم تجد أي أثر للطفل،
فأين اختفى ذلك الطفل الذي لم يتم العثور على أي أثر له؟ قصر هوسكا ونفق العالم الآخر. قصر هوسكا هو أكثر القصور رعباً في العالم على الإطلاق، حتى أطلق السكان في هذه المنطقة عليه لقب بوابة الجحيم. يقع في مدينة براك في دولة التشيك. ارتبط هذا القصر بالعديد من الأساطير التي تؤكد على مر العصور أنه ملعون. ففي القرن 13 قرر حاكم بوهيمي يدعى أتاكور الثاني بناء قصر ليكون مقراً للحكم بالقرب من مدينة براغ في التشييك، ولكنه اختار مكاناً بعيداً عن وسط المدينة لبناء القصر، وأسماه قصر هوسكا. يتوسط هذا القصر بئر عميق جداً، ولكن حسب الروايات فهو ليس بئراً طبيعياً، وإنما هو حفرة أو بوابة إلى عالم آخر. انتشرت أسطورة القصر منذ لحظة بنائه، وقيل إن القصر تم بناؤه بشكل خاص في هذه البقعة حتى يسد حفرة عميقة في الأرض يقال إنها بوابة الجحيم. مرتبطة من أحداث غريبة، بداية من لحظة إعلان الملك عن إعفائه لأي سجين لديه الجرأة لأن يهبط إلى تلك الحفرة ليرى مدى عمقها. وبمجرد نزول السجين بدأ يصرخ بشكل هستيري، فتم رفعه بسرعة. وكانت المفاجأة أن هذا السجين ظهر وقد ابيض شعره وامتلأ وجهه بالتجاعيد. قال الأشخاص الذين قاموا برفعه إن هذا الشخص بدأ وكأن عمره قد زاد 30 عاماً عن عمره الذي نزل به إلى الحفرة، حتى توفي بعدها بأيام قليلة في ظروف غامضة، ليبقى القصر بعدها مهجوراً. ويقول سكان المنطقة المحيطة بهذا القصر إنهم يسمعون أصواتاً غريبة تصدر من تلك الحفرة، أطلقوا عليها أصوات جهنم، كما رووا أساطير كثيرة عن ذلك القصر وتلك الحفرة. حالياً تم فتح قلعة هوسكا للزيارة السياحية والمغامرة، ولكن كل من يرتاد هذا القصر يقول إنه رأى ظلالاً في كل مكان حوله. قال أغلب الزائرين إن هناك فجوات زمنية منتشرة، وإنهم قد ساورهم إحساس مؤكد بأنهم مراقبون طوال الوقت. فبماذا تعني تلك الفجوات الزمنية؟ وكيف تغير عمر الرجل الذي هبط في الحفرة في لحظات؟ فالأمر لا يتعلق بمجرد أشباح وأساطير. فهل هناك صدع في نسيج الزمان يقبع في هذه الحفرة أم في المكان أم كلاهما؟ غابة هويا هي غابة تقع في دولة رومانيا. تتميز غابة هويا بكثافة الأشجار، لكنها تحولت إلى أسطورة بسبب العديد من الظواهر الغامضة التي بدأت تحدث فيها. كانت غابة هويا كأي غابة عادية، يعيش سكانها المحليون في أمن ووداعة بلا منغصات. يقتاتون على الصيد وقطف الثمار، ويبنون بيوتهم بأنفسهم في حياة هي عنوان للبساطة. ولكن عند نقطة معينة ولا يعرف أحد السبب، بدأت الغابة في التحول والتغير، وصارت مرعبة ومخيفة حتى لسكانها أنفسهم الذين تربوا وكانت نشأتهم فيها، فلم يعرفوا سواها. رأوا أنهم بدأوا يسمعون أصواتا غريبة ومجهولة المصدر، أحيانا كانت مخيفة وأحيانا كانت غير مفهومة. ثم بدأت أنوار غريبة في الظهور من أماكن في وسط الغابة، ولم يعرفوا لها مصدراً أبداً. ومع الوقت تجاوز الأمر ذلك، فصاروا يرون ظلالاً طوال الوقت تتحرك بين الأشجار، ويشعرون بأنهم مراقبون من كل اتجاه وأنهم ليسوا وحدهم. كما بدأت أعراض أخرى في الظهور كعدم الراحة النفسية أو الجسدية، والرغبة في التقيؤ، والشعور بالأرض تدور من حولهم. وبدأت بعض الأمراض الجلدية في الظهور، والخدوش تأتي من لا مكان، وأصيب السكان بالهلوسات مع الوقت. ثم اكتشفوا الدائرة الغامضة، فكانت النهاية، ورحلوا عن هذه الغابات. تقع تلك الدائرة الغريبة الغامضة في قلب غابة هويا. تتميز غابة هويا بكثافة الأشجار المتشابكة الأغصان، بينما تقع تلك الدائرة عارية تماماً
من الزرع أو الشجر بلا أي سبب معروف. بدأت الأحداث الغريبة تتزايد في تلك الدائرة الغامضة. كان الكثيرون ممن دخلوا في هذه الدائرة يفقدون الوعي ثم يستيقظون دون أن يتذكروا أي شيء مما حدث. وفي قصة أخرى قيل إن فتاة في الخامسة من عمرها ضاعت في تلك البقعة واختفت لخمس سنوات، ثم ظهرت بعدها فجأة وكأنما مر عليها دقائق معدودة بلا أي أثر للزمن عليها أو على ثيابها. بدأت قصص الفضائيين والعوالم الأخرى تروى عن تلك الدائرة الغامضة وأنها تتسبب في الكثير من الظواهر الغريبة في تلك الغابة. لكن الحقيقة المؤكدة أنك لو حاولت الدخول لتلك الغابة فستجد من يخبرك بألا تفعل لأنك قد لا تعود أبداً. والسؤال الآن، إلى أين ذهبت كل تلك الطائرات والسفن والأشخاص الذين لم نعثر لهم على أي أثر بعد ذلك؟ فهل انحرفت بهم تلك الأماكن إلى عوالم غريبة عن عالمنا؟ فهل أصاب تلك الأماكن صدع زماني مكاني وانحنى نسيج الزمان والمكان في تلك الأماكن؟ أم أن هناك تفسيرا غامضا لم يصل إليه العلم بعد؟